كان هنالك بلاغ من مؤسسة الكهرباء التي طلبت من خلال أيضا السلطات هنا في القطاع الغربي إجمالا ومدينة صور تحديدا بضرورة ترشيد استخدام المياه وترشيد استخدام أيضا الكهرباء، ولكن الكهرباء انقطعت ما أدى إلى انقطاع المياه لنهار اليوم. تقريبا نسبة توقف الكهرباء تفوق 90%، ما أدى أيضا إلى تأثر توزيع الأغذية وحتى المسائل المرتبطة بالمستشفيات وغيرها. وضع إنساني جديد التعليق عليه قد يختصر بشكل واحد، أن الاعتداء أو الاحتلال يريد وضعا إنسانيا مترد جدا هنا في هذه المنطقة وفي كامل لبنان مثل مناطق أخرى في فلسطين. بالنسبة للغارات في القاسم والمجادل، كانت هنالك عدة غارات إسرائيلية بالطيران الحربي، يقولون بأنها طائرات F-16 التي قصفت مواقع هناك ومنازل في المجمل، وهي مناطق مدنية عادة، بلدات صغيرة. استمعنا في ذلك الوقت إلى دوي الانفجارات وشاهدنا أعمدة الدخان تتصاعد، كما أننا شاهدنا أيضا العديد من المناطق التي أو الأماكن التي استهدفت من قبل طيران الاحتلال بشكل متقطع. يقولون بما أنني وصلت اليوم فقط، يقولون بأن الوتيرة اختلفت بين الأمس واليوم. بالأمس كانت أشد، كانت أعنف مقارنة بنهار اليوم، ولكن من حيث الضحايا فإن اليوم شهدنا استشهاد 7 وليس 6. أغلب المصادر تتحدث عن أن طواقم الإغاثة المسعفون كان عددهم 7 من الذين استشهدوا في قصف جوي مركز على أحد المراكز العلاجية الاستشفائية الخاصة بالإغاثة، إغاثة ومساعدة وإسعاف الذين تعرضوا لجروح متفاوتة. علقنا كثيرا وعلق كثيرون هنا على أن هذه مجزرة وهذا أمر يمنعه القانون، تمنعه جميع القوانين سواء المحلية هنا في لبنان أو القوانين الدولية وحتى المعايير والمقاييس الإنسانية العالمية. هذه الطواقم من ضمن مئات الطواقم التي تتشكل من متطوعين وحتى عمال حكوميين، هؤلاء ينتشرون في أماكن أخرى، يتحركون وقت تعرض مناطق إلى قصف بالطيران الإسرائيلي. الآن ما زلنا نتابع. هنالك أيضا عائلة، أيضا المشهد صدم الكثيرين لأن العائلة ليست ربما كانت تتشكل من أطفال وأيضا كبار السن والوالدين وما إلى ذلك. هذه العائلة تعرضت هنا ليس بعيدا عن هذا المكان. بالمناسبة نحن نقف في خليج صور حيث نطل على رأس الناقورة الذي يدلنا على أننا بدأنا في أو وصلنا المنطقة الحدودية أو ما يسمى بالخط الأزرق. نعود، العائلة هذه كان المشهد فيها مأساوي حيث قتل 9 أو استشهد 9 من أعضائها في قصف إسرائيلي مركز. بالنسبة للوضع الإنساني يبقى سيئا، يبقى مأساويا إلى حد بعيد. تحدثنا عن الكهرباء والماء الذين انقطع عن السكان هنا في هذه المنطقة، نتحدث عن النزوح. النزوح ولو أننا لا نملك أرقاما دقيقة بشأن من نزحوا داخليا، من نزحوا نحو الشمال، من ذهبوا إلى مناطق إلى فنادق أو مراكز إيواء، الكثير. الحكومة اللبنانية تتحدث إلى غاية الآن إجمالا عن نحو 80,000 شخص الآن موجودون في مراكز الإغاثة التي تتشكل عادة من مدارس ومراكز وجمعيات، ولكن الذين نزحوا إلى فنادق، إلى أهاليهم في مختلف المدن والقرى اللبنانية نحو الشمال، العدد سيكون كبير جدا. جئت هذا الصباح ضمن تلفزيون الغد إلى هذه المنطقة، ما شاهدته في البداية هو الفراغ الكبير، الهدوء التام على مستوى الحركة، حركة المرور. الطرقات الآن لا تشهد تحرك سيارات كثيرة. أيضا
ما صدمني تقريبا هو هذا الخلو الكبير من الحركة في هذا الشاطئ الذي عادة ما يعج بالحركة ويعج بالتجارة. فالمكان شهير جدا في لبنان على أنه قبلة السياح وقبلة الترويح على النفس، ولكن الآن أصبح عنوانا للخوف، أصبح أيضا عنوانا للتوجس ولمستقبل لا يعرفه أحد، خصوصا في ظل المعلومات والأخبار بشأن اجتياح عسكري بري للاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني. اجتياح لم يحدث بعد، ليس لنا بشأنه أي تأكيد، ولكن هو ما يخيف الجميع هنا.